على عكس جميع التوقعات المتعلقة بالظروف السياسية التي تشهدها المنطقة مشاهدينا أو التي يشهدها العالم بشكل عام، حيث كان من المتوقع أن تشهد أسعار النفط صعودا حادا، إلا أن ما حصل هو العكس، حيث تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ شهر يناير الماضي بعد بيانات الوظائف الضعيفة التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية صينية تشير إلى ضعف نشاط التصنيع في شهر يوليو الماضي للشهر الثالث على التوالي. هذا وأظهرت بيانات صادرة من شركة LSAJ Oil Research أن واردات آسيا من النفط الخام قد انخفضت في يوليو الماضي إلى أدنى مستوياتها في عامين، متأثرة بضعف الطلب في الصين والهند تحديداً.